السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة فيديو مختلف، فيديو ممكن الناس تزعل مني شوية، ممكن الناس تقول ده شيء عادي، كل واحد بقى على حسب ما يحسبها بالنسبة له. بس قبل ما نقول اللي ما اشتركش في قناة الشركة وشجعوني ان شاء الله رب العالمين. ازاي نعمل الديدان في بيتنا؟ هل هي مفيدة ام هي ضارة؟ يا جماعة الديدان دي من اقوى يعني اقوى بروتين تحطيه للطيور بتاعتك، حاجة جبارة، حاجة من الآخر، حاجة بيتي، حاجة ما بتدفعيش فيها فلوس، دي حاجة بتعمليها كمان يعني بمنتهى البساطة، بس إنها مغذية جدا جدا. يا جماعة الديدان ضرورية جدا جدا لجميع أنواع الطيور. بس كده يا بطة هقولك على حاجة، في ناس بتقولي ليه يعني، أقول لها طب ما أنت يا أختي السمك اللي إحنا بناكله عشان يصطادوه بيجيبوا طعم، هو الطعم هو ديدان، هو برضه ما بيخترعش اختراع، ما هو الطعم ايه؟ هو حاجة بتتحرك. ايه هي؟ هي الديدان برضو. الحاجات دي مفيدة جدا جدا لجميع انواع الحيوانات، خلي بالكم. طيب هنعملها ازاي بقى؟ عشان انا مش عايزة اطول عليكم، لان الناس بتقول ان احنا بنرغي كتير، بس انا والله بحاول ان انا ما اطولش. طب هتعمليه ازاي؟ هوديك النتيجة الاول. انا هنا شيل دي كده، بسم الله. بصي دي بواقي، ادي تنظيف الطيور، مفيش حد فينا ما بينضفش الطيور. تجيبي تنظيف الطيور تحطيهم كلهم في ركن زي ما انا حاطه كده، انا كنت حاطه دي كده عليها خلاص عشان ايه ما يتعمل على طول. تاني يوم بص بقى هنقلب ونشوف فيه ولا مفيش. بص اهو، بص بقى اهو، دي النتيجه. النتيجه دي الطيور، بصي دي النتيجه، في ثواني الطيور هتخلصك على كل اهي كده. تاني يوم على طول، شايفه بقى دي؟ طيب هنعملها ازاي؟ بس هخرج لكم الاول الطيور، الاول هقول لكم بتتعمل ازاي وبعدين اوريكم الطيور هتعمل ايه. طبعا احنا بنلم تنظيف الطيور كلها، تنظيف الطيور، تنظيف اي تحت الطير، بس مش انت كل يوم بتنظفي تحت الطيور بتاعتك ومحطاهم في ركن كده ومحط عليهم اي حاجه بس وسيبيها لتاني يوم، هتلاقي بقى النتيجه دي. بصي النتيجه دي، بصي اهي اهي، شايفه دي بقى؟ هخرج لكم الفراخ والبط وشوفوا هيعملوا ايه، هيحصل عمليه هجوم. هجوم تطا. بصي بقى اول ما يشوفوه، بصي بقى اول ما يشوفوه، بصي اول ما يشوفوه هقرب لكم كده اهو. بصي قشطه بسرعه جدا اهو، ده العشق بقى، ده الفيتامين يا جماعه اهي. بصي هيقلبوا بقى وياكلوا بقى براحه، بصي مش هيسيبوه، مش هيسيبوه، ده بروتين يا جماعه عالي. الناس هتفكر ان احنا بنقول على حاجه والطيور ما بتاكلهاش، لا، او احنا بنقول لكم اعملوا حاجه واحنا مش هناكلها لطيورنا. الحاجات دي مفيده جدا. بصي لما بقلب لك اهي، بصي بقى اهي اهي، كل ده بقى اهو اهي. بصي بقى هم هيشوفوا، بصي اهي. وتاني يوم بصي اهي، اقوى فيتامين واقوى مضاد، اقوى بروتين للطيور. بصي هيجوا دلوقتي ياكلوه ازاي، هم بيشموا ريحته، هم عارف. بصي بصي اهي في ثانيه واحد اهي، ده كده انت غذيتيهم النهارده، اديتيهم بروتين عالي جدا، كلفتي حاجه من غير ما تتكلفي اي حاجه من البيت بتاعك، شفتي اهو. بصي اهي هتنطش بقى وتطلعوا، بصي هيخلصوا على امه دلوقتي. هي دي الطريقه، طريقه سهله وبسيطه لكنها مفيده جدا للطيور. هو بص الديك عايز ياكل لوحده، بس عايز ياكل لوحده، بس بقى موسع لهم، انا وسع لهم. بصي بقى اهو، بصي هما، بصي هياكلوا، بصي اهي اهي اهي، خلاص يلا انا اسيبهم بقى يصلوا مع نفسي. هي واحده بتيجي فاخواتها بيجوا ورا. بس كده، ده بقى يا جماعه بروتين عالي جدا.
شفتوا بقى انا لا اتكلفت حاجه ولا محتاجه، على فكره الامر جد بسيط يعني، من غير ما تتكلفي حاجه عملتي بروتين للطيور بتاعتك. ده انا لسه هوريكي حاجات مهمه جدا هتعمليها للطيور بتاعتك من غير ما تتكلفي اي حاجه خالص. بس كده يا عم، ايه بقى المشكله؟ اكلناهم بروتين بيتي ودلعناهم، والطيور تحب الحاجات ديت، وياكلوا ويشبعوا ويتقووا بالصلاه على النبي. عايزه اقول لك تابعيني، هي دي الطريقه انك انت تلمي كل تنظيف الطيور، قوميه في حته على بعض، حطي عليه حاجه ليله واحده بس، تكوني عملتي بروتين عالي جدا من غير ما تتكلفي حاجه للطيور، اي حاجه من غير شيلين، من غير اي شيلين، بالعكس يبقى انت فت الطيور وقوتيهم، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا ويرزقنا جميعا من واسع ان شاء الله. وتابعوني بقى في الفيديوهات الجايه، عسل في حاجات ان شاء الله حلوه قوي نعملها سوا ومش مكلفه ومن البيت. اتمنى ان انتوا جميعا تكونوا بخير وبصحه وسعاده، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.